الكرام وفي قهوة عربي مساء الخير مرحبا بكم في فنجان قهوة جديد نترشف هذا المساء بنكهة العلم والتعلم والارتقاء بنكهة التربية والتنشئة السليمة نستضيف لكم اليوم مسؤول عن هذا القطاع مسؤول أول عن وزارة سيادة لعلها لا تكون كذلك في حسبان السياسة لكنها في تونس تونس التي راس مالها بلادنا الماده الشحمه كما قال الزعيم بورقيبه تونس التي تعول على المصعد الاجتماعي الوحيد اللي هو الرقي والتعليم والتعلم تونس اليوم تونس التربية تونس وزارة التربية تعيش على وقع العديد من التجاذبات والمد والجزر الذي تجاوز كل المدى بالنسبة للأولياء وأصبح يحسوا أن أبنائهم رهينة بين تجاذبات النقابات وكذلك الحكومة والوزارة لذلك ارتأينا دعوة السيد وزير التربية شكرا لك أنك خصيتنا بهذا اللقاء شكرا على الثقة سيحة من سالم شكرا على الاستضافة نورنا حضرتك رجل يعني دعيت لمهمة صعبة وصعبة جدا التحق بالوزارة في 6 سبتمبر تسميت 12 سبتمبر تسلمت مهامك تقريبا ستة أشهر تحاول ان تنقذ ما يمكن انقاذه لكن المشاكل تتراكم وتتراكم ملفات حارقه على طاوله السيد حاتم بن سالم نتعرف اكثر على هذه الملفات او بعض منها في هذا التقرير مع زميلتنا الفا الوسلاتي حاتم بن سالم هو الجامعي وصاحب دكتوراه في القانون من جامعه باريس هو سفير السابق في عده دول هو كاتب الدوله السابق لدى وزير الشؤون الخارجيه هو المدير السابق للمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجيه هو السياسي الذي انضم مؤخرا لحركه نداء تونس يتحد المكان ويختلف الزمان في شرع ببنات يعود حاتم بن سالم ثانيه لوزاره التربيه يوم 6 سبتمبر وزيرا للتربيه يوم اعلن فيه عن وعد واحد ان تعود المدرسه مناره للمعرفه وقطبا للتميز. وزير اثار الجدل منذ البدايه حيث اعلن في 29 ديسمبر 2017 عن زمن مدرسي جديد ليوصف قراره بالمرتجل ويتهم بعدم تشريك الاطراف التربويه وفي شهر جانفي تعود المطالب النقابيه لتتصدر المشهد في تونس وفي ظل تمسك النقابه العامه للتعليم الثانوي بمطالبها تقرر الهيئه الاداريه حجب اعداد التلاميذ خلال السداسي الاول واضراب عام بمؤسسات التعليم الثانوي يوم 15 فيفري 2018 واضراب اخر يوم 28 مارس القادم مطالب اعتبرها كاتب عام النقابه العامه للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي مشروع وذلك في ظل وحسب تعبيره تواصل سياسه التهرب من المفاوضات التي تنتهجها وزاره التربيه والحكومه قرار الحجب رفضه الشارع واعتبره حاتم بن سالم وزير التربية عملية غير قانونية وسابقة سلبية جدا ستدخل ارتباكا في المنظومة التربوية وكانت فاجعة مبيت اعدادية مدينة تالا لتطرح مشكلة البنية التحتية للعديد من المؤسسات التربوية مشكل أقرته الوزارة ولكن مع تواصل الأحداث وتواترها تعرب الوزارة في بلاغ لها يوم 26 فيفري عن نقطة استفهام كبرى ويتساءل الشارع من المستهدف الوزير أم المنظومات التربوية 26 فيفري أيضا الأساتذة الناجحون في مناظرة الماجستير المهني في علوم التربية الكاباس لسنة 2017 يخوضون إضراب جوع رافضين مقترح الوزير حاتم بن سالم عدة تساؤلات محورها التلميذ إلى متى يبقى ضحية التجاذبات السياسية والنقابية ويعود السؤال من جديد المنظومة التربوية بين إرث الماضي والواقع الراهن حضرتك أكيد مريت بهذه الوزارة لمدة سنوات قبل 2011 ودعيت بعد ذلك هل كنت المنقذ برأي من عينوك لوزارة تعرف كواليسها وتعرف دقائق أمورها لكن هل وجدت الوزارة كما تركتها في 2011 وسلمت المشعل أنا ذاك طيب البكوش أولا أنا ساعة من أمنش بوضعية المنقذ الوزارة هي مسؤولية مسؤولية سياسية مسؤولية ثقيلة جدا خاصة عندما يكون الظرف صعيب كما الظرف اللي تعيش فيه تونس اليوم مش وزارة التربية اللي تعيش فيه تونس اليوم كدولة ولكن وزارة هذه وانت قلتها هي وزارة هامة وحقيقة وزارة سيادة لأنه تاريخ تونس لأنه مستقبل تونس الكل مبني على أساس نجاح عمل هذه الوزارة انتم تعرفوا اللي وزاره التربيه فيها اكثر من 220 الف موظف بين المربين والعمله والقيمين والاداريين الى غير ذلك ولكن ايضا الوزاره هذه تأم زوز ملاين و الف تلميذ معناها شوف المسؤوليه اللي موجوده في هيكل واحد في مؤسسه واحده اللي بطريقه مباشره او غير مباشره اتهم ال 12 مليون من الشعب التونسي. بالطبيعه الوزاره انا هذه عرفتها مده سنتين ونصف في وقت معين ورجعت لها بعد سنوات ما هيش نفس الوزاره. ما نجمش ما نجمش نقول لك هي نفس الوزاره. أه مش هو اللي يتغير؟ اللي اللي تغير هو كان أنو... حكم شمولي ديمقراطي لا, 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 لا بمعنية... الوزاره انا نحكي اداريا الان اكثر ديمقراطيه لا نحكي على ما نحكي على مسائل الحوكمه في مجال التربيه مش نحكي على الاطار السياسي والمناخ السياسي ع... في المجال الاداري البحت كانت فما وزاره كنا بسمينها الماكينه ايش معناها؟ معناها كانت فما هياكل تعمل بصفه منتظمه وبصفه هيكليه اللي تمكن الاداره باش توصل الى نتائج معينه في كل الحالات اليوم التغيرات اللي وقعت اولا على مستوى المسؤولين الاول للوزاره تتصور انا في سته سنين ونص سابع وزير تربيه وقت لي في دول اخرى وزير التربيه يقعد بالخمسه وبالعشره وحتى في دول الخ... مثلا دول الخليج يقعد بال 14 15 سنه الوزير ما يتغيرش معناها التغيير الكبير اللي وقع على مستوى الوزاره اعطى الاحساس لمن يعمل في هذه الوزاره ان الوزير يمر والاداره تبقى ولذلك اكل القوه وكل وزن وثقل اتخاذ القرار اللي كان عند الوزير اصبح في وقت من الاوقات منعدم هذاك علاش اليوم أنا كان الهدف متاعي الأول عندما رجعت الوزارة هو إعادة #إعادة الشروع في تنظيم هيكلي جديد للوزارة يقول المقربين منك انه عندما سلمت يعني عملت الباساسيون مع تمرير المهام مع سي طيب البكوش ذلك وعدت خيرا بمجموعه كبيره كانت عندك من المديرين كنت انت منتقيهم حسب تقول انت لكنهم تم التشكيك فيهم بعد ذلك وتم تنحيتهم الكل انا انا يعني أصاف. انت حسي فما لا. ناس تقول اللي كانوا يخدموا معاك كان كسر وكانت قطيعه كامله في الدواليب كل صراحه أكبر غلطة وقعت هي التخلي عن هؤلاء المديرين هذم كانوا خيرة ما فما في, 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 على مستوى المنظومة التربوية هذم وقت الصعوبات وقتك اللي صار في تونس ناس ما رقدتش الليل سهرة على سلم المؤسسة التربوية تجي انت بين عشية وضحاها الأسباب مجهولة وتشطبهم من الوجود أنا أعتبر أني أكبر غلطة وقعت في وزارة التربية والتداعيات نتاعها موجودة لليوم. هم ربما في الوقت هذاك اعتبروهم تم انتقائهم من لهذه المناصب على أساس ولائهم للنظام السابق. مستحيلات، كان فما ولاء للنظام السابق من طرف مديري المؤسسات التربوية. الآن باش نعطيك فكرة ماذا تغير أخرى باش نعطيك فكرة صغيرة. المديرين يسميهم وزير التربية، ما يعرفهمش بالواحد. كيف يعرفهم وزير التربية؟ إلى اليوم نفس الم... يعرفهم فما تابلوات جي التابلوات هذه فيها معايير معينة وحسب المعايير هذه يقرر الوزير أم لا تعيين هؤلاء المديرين على رأس المؤسسات والمعايير هذه معايير موضوعية معناها العدد المهني التعامل مع التلاميذ الـ 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 البروفيل السيكولوجي إلى آخره ما عندها حتى دخل في السياسة وإلى اليوم موجود نفس, نفس العملية اذا اذا كانت تحب نرجع بسرعه على اللي كانت عليه الوزاره واللي اصبحت عليه الوزاره نجم نقول بكل صراحه ونتحمل مسؤوليتي في هذا اللي اليوم الوزاره في حاجه اكيده جدا لاعاده تنظيم لانه ما نجموش نجابه التحديات اللي باش نحكيو عليها توا في مجال التربيه اذا كان الاداره مترده اذا كان الاداره ما على راسهاش كفاءات اذا كان الاداره ما تقومش بواجبها وما تتحملش مسؤوليتها كامله مهما كان مهما كان المحيط اللي تنجم تعيش فيه واضح خلينا نعود إلى موضوع الساعة والموضوع الأكثر الحقيقة أه يثير لغط وجدل كل بيت في تونس عنده ابن في سنة مدرس في الثانوي ولا في الإعدادي عاش هذه التجربة حجب الأعداد هذا الخلاف بين الوزارة وبين الجامعة جامعة التعليم الثانوي يعني نقابة التعليم الثانوي سي اليعقوبي ممثل هذه النقابة يقول أن الوزارة غير جدية في التفاوض معنا قدمنا مجموعة من المطالب الوزارة يعني متجاهلتنا تقريبا ويؤكد أنكم لا تتفاوضون بجدية أنا بطبيعة الحال ما نقبلش هال هل تقييم لعلاقه نقابه الثانوي مع وزاره التربيه احنا في تفاوض مستمر مع نقابه الثانوي عده اجتماعات نقابه الثانوي لها لائحه قدمتها اللائحه هذه هنذكر الساده المشاهدين بايجاز المطالب المطالب هي خاصه مطالب مهنيه أكثرية المطالب هي في في زياده المنح ماديه اكثريه المطالب ماديه انا نحب نعطي حاجه تو نرجع بعد العلاقه مع الـ مع الـ مع نقابه الثانوي لكن نحب نعطي بعض الارقام اللي يلزم كل تونسيه وكل تونسي يعرفوها اليوم ويثبتوا فيها بكل موضوعيه وبكل تريث شوف من 2015 ل 2017 في مجال الزيادات والترقيات الدوله التونسيه اعطت لاساتذه الثانوي 600 مليار وسبعة يعني 597 مليار ما بين 2015 و2017 في الزيادات والترقيات في حكايه طلبات الحكومات قررت أنه طلبت هذه مشروعة واعطاتها للأساتذة الثانوي وهذا شيء معقول وحاجة معناها مقبولة وما فيهاش معنا فيها حتى تشكيك سيد الوزير هو بيحب يزيدوا منح حتى الزيادة يبدو لي ما عجبتهمش الزيادة نتاع المراقبة متاع الامتحانات المر... س... شوف ال... شوف سامحني المراقبة... المعيشة شوف. غلات في المراقبة 2018 المراقبة نتاع الامتحانات وعدة جوانب المعيشة أخرى... غلات يطالبوا انهم بترفيع عدة طلبات و... عدة طلبات عدة طلبات بامكان الحكومة ووزاره التربيه ان تجيب عنها بصفه موضوعيه بصفه ايجابيه ليش وصلنا للطريق المسدود هذا حجب بالاعداد وإضراب عام في لا لا. 15 فيفري وحبيت تحدثت على لا لا. سنه لا لا. حبيت بيضاء ستسمعني. ستسمعني. حبيت تسمعني سامح حبيت تسمعني ونحب الساده فضل. المتفرجين يسمعوا ويفهموا شنو هو اللي صاير اللي صاير هو انه هناك تفاوض ما فماش قطيعه في التفاوض هذا 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 لازم الناس كلها تكون متاكده منه هناك تشاور بين النقابة نقابة الثانوي وبين وزارة التربية بين قيادات الاتحاد وبين الحكومة ما فماش شرخ ما فماش قطيعة فما طلبات فما طلبات بإمكان الوزارة أن تجيب عنها وفما طلبات وهو باش نعطيك مثال وفما طلبات مستحيل المستحيلات لا حكومة لا وزارة تنجم اليوم توجهها من هذه المطالب من هذه المطالب, من هذه المطالب مثلا الترفيع في في منح الترقيه. الترفيع في منح الترقيه اللي وقعت. اليوم تكلف الدوله التونسيه، الحكومه التونسيه، 285 مليار. هذا مش في امكانات الدوله التونسيه اليوم. ويزم نعرفوا، ويزم الساده المتفرجين يعرفوا اللي اذا كان طبقت هل هالزياده هذه لاساتذه التعليم الثانوي يلزمك تطبقها لاساتذه التعليم البدد. الابتدائي ونفس المبلغ اي 285 مليار يلزم يوجه ايضا للابتدائي 600 مليار في الوضع اللي تعيش فيه التونس اليوم في وضع اللي مع الماليه العموميه تعيش معناها ازمه أز... ازمه خانقه, أزمة خانقة. هذا مش ممكن هذا وقت اللي نقولوه احنا الاخوان يعني حتى وزاره الماليه ورئاسه الحكومه ما تمشيش معاك في المطالب هذه حتى حد ما يمشي اليوم في الوضع اللي تعيش فيه التونس اليوم حتى حد ما يمشي احنا نحبوا الحوار احنا دائما وابدا قلتها انا الهاتف الجوال بتاعي عند الناس الكل عند النقابات الكل فما تسع نقابات على مستوى وزاره التربيه نتناقشوا معاهم نتحاوروا معاهم كل يوم اما اما ما نجمش نجي انا في معناها فجاه ونقول راني انا وزير موافق على الزياده الفلانيه ولا الفلانية. هذا مش ممكن هذا هذا فما حد ادنى من المسؤوليه اللي لازم تحملها وزاره التربيه ولنقابه الثانوية تعرفها بالكدا وهم بيدهم استعرفوا بها به وصلنا للمستوى هذا اي علاش علاش اضراب معناها علاش الاضراب 15 فيفري اذا شوف وعلاش حجم الاعداد الاضراب حق دستوري واليه من اليات النقابات باش تدافع على حقوقها ما عندي فيه حتى تشكيك لكن يجب لكن يكون لكن معلل لكن فندي لكن, لكن, فندي لكن معلل هما كل واحد تحمل مسؤوليته لا انا لكن شو نقول انا؟ نقول إن تستعمل طرق اخرى اللي انا نعتبر مش انا اللي الوزاره تعتبرها غير قانونيه كطريقه حجب الاعداد هذه اللي قل انا قلت سابقه عمرنا ما شفناها في تونس منذ الاستقلال. ايش معناها انت انت المسؤول انت الاستاذ انت اللي في المكانه هذيك قدام التلميذ تجي تقول له مانيش باش نعطيك الاعداد نتاعك ايش معناها؟ بنيفات الاداره العدد اي ما فماش مجالس اقسام ما التلميذ ما تنجمش تعطي للتلميذ يلزمك تعطي لاداره المعهد يلزمك تعمل مجلس قسم يلزمك ت... فما بيلتان فما فما معناها فما معدلات يلزمها تكون فما ناس قاعده اليوم مثلا ناخذ ابنائنا في البكالوريا قاعده تحضر في اليوم في ملفات ولا في السنه السادسه قاعده تحضر تحضر في ملفات اليوم كي ما تلقاش الاعداد هذه كيفاش باش تجابه الوضع خاصة ابنائنا اللي باش يلتحقوا بجامعات في الخارج لازمهم يحضروا ملفاتهم ويبعثوها اذا كان ما عندهمش هذه الوثائق نتاع الاعداد معناها تعتبر ملفاتهم غير تامة وتلغى آه على ضوء ذلك. سيد الوزير انت تو تقول لي ما عندناش قطيعة وما عندناش شرخ. سي الاسعد اليعقوبي في اخر حواراته يقول احنا ما عندناش قطيعة وما عندناش شرخ اما برك خذونا بجدية. أيوه ما فماش سنة بدأ اما خذونا بجدية. شوف يكون ساعة ما نقبلش هذه جدية ومش جدية وقل يقعد مسؤول قدام نقابة عنده مسؤوليته عنده التعليمات عنده موجودة عنده ويتناقش ويتحاور مع النقابة هذه بكل مسؤولية ولكن يلزم الطلبات تكون جدية معنى الجدية تكون من كل جانب من جوانب الكل ما تنجمش تكون من جانب المسؤولين في وزارة التربية فحسب أنا ما أنا ما نحبش ندخل في الجدل نتاع الجدية لأنه احنا ناس جديين نقوم بواجبنا عندنا مسؤوليه نعرف حدودنا فين ونعرفوا وش نجموا نعطيو وباش نجموا نطالبوا ما لله لله وما لقيصر لقيصر بالنسبه لادراج عمل الاستاذ استاذ التعليم الثانوي في تحت طائله الاعمال الشاقه كيف المعلم 35 سنه عمل 55 سنه يخرج تقاعد رايك بماذا تردون على النقابات خلينا ولينا نتفاوض يعني على الملأ اليوم لا 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 هذه مفاوضه باش تكون بين الحكومه وبين الاتحاد كاتحاد فما مفاوضات جايه هذه امور تهم مساله التقاعد مساله التقاعد مساله وطنيه ستناقش وسوف يقع اتخاذ قرارات فيها على مستوى الحكومه بعد التشاور وبعد التحاور مع الاتحاد كاتحاد وزارة التربية في هذا المجال مجال كما خطر فما زاد مشكلة طرحينها الأخوة, الأخوة في نقابة الثانوي مسألة قانون المالية اش مدخل وزير التربية وزارة التربية في قانون المالية مسألة التقاعد هذه مسألة وطنية سوف تناقش صناديق الاجتماعية وزارة الشؤون هذه أشياء تناقش مع الحكومة وما تجيش أنت تثقل كاهل ال 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 وزارة التربية وتقول له تعطي شنو باش تعطيك؟ هذه أمور وطنية، يلزم تناقش على مستوى وطني. معناتها تعتبر أنه الوزارة ترد فاقد شيء لا يعطيه في هذا الموضوع تحديدا. الوزارة ده. في إطار مشمولاتها، هذا ما قلته قدام مجلس النواب، الوزارة في إطار مشمولاتها مستعدة كل الاستعداد للتو للتفاوض بكل جدية لنغلق هذا القوس بالنسبة لك أنت إضراب يوم 28 مارس هل يمكن تفاديه حجب الأعداد لل يعني لا حجب الأعداد الثاني إيش نقول حجب الأعداد للسداسي الأول والسوداسي الثاني راهي ما فيهاش نقاش راهي هذيك خط أحمر راهو هذايا معناها مستحيل المستحيلات كان, أي, حكوم كان يعتبر أي حكومة كان أي وزارة في العالم نتاع تربية تقبل عملية مثل هذه وإحنا راهو أولادنا راهو مش إحنا برك مسؤولين عليهم الناس كل مسؤولين عليهم لكن النقابات جعلت الأسادة لحماية مصالح الأساتذة ومصالح المعلمين مصالح الأساتذة مصالح ما تنجمش تكون متضاربه مع مصالح التلاميذ انا قلت الخط الاحمر هو التلميذ التلميذ وكل ما هو بيداغوجي هذاك لا يمكن المساس به الاضراب احنا مستعدين باش نتفاوضوا اكثر ونقدموا اكثر باش نتفداو الاضراب المعنى للمره القادمه ولكن الاضراب مره اخرى حق دستوري ومانيش باش نناقش انا في الاضراب اذا كان نقابه الثانوي قررت اللي هو شرعي باش غدوه تعمل اضراب اخر انا بطبيعه الحال رافض الاضراب هذا لا انا نحس انه هناك, هناك هناك الحقيقه مدجد. من قبل نقابة التعليم الثانوي في آخر التصريحات للوزارة هي حالة الموقف شوف سيد كان هذي وزير سامحني كان هذه أول مرة مد يد من طرف نقابة الثانوي احنا راونا من اللي دخلت في سبتمبر وانا مادي يدير نقابة لنقابة الثانوي والنقابة الأخرى وما عنديش مشاكل مع حتى شخص وهذو الناس نعرفوهم وناس عندنا عندنا معناها علاقات محترمه معهم. ونحبوا نخدموا معاهم ونحبوا نكونوا معاهم خاطر مشروعنا مش مناقشه الاجور ولا الترقيات ولا زيادات مشروعنا هو مشروع حضاري مشروع اصلاح المنظومه التربويه اي مشروع اصلاح المنظومه التربويه كيفاش انا اليوم نقول لا مجال لمعناها للتخلي عن التعليم العمومي وتجي معناها تقول لي اليوم اما تعمل ولا ما نعملش ما تجيش في خضم هذا التصعيد شهدت تونس ومناطق معينه من تونس يعني سلسله من الحرائق فقدنا فيهم زوز نوارات زوز بنات يتسائلوا عائلات باي ذنب قتل توا معناها ماتوا في الحريق مثلا في وتتالت سلسله من الحرائق ما فهمناش علاش تصير لولا ممكن صدفة ثانية بعدها صدفة ثالثة صدفة لو توضح لسادة المشاهدين ونوصلة التحقيقات التقصير من من؟ هل من البنية التحتية المهترئة للمبيتات؟ هل ممكن من طرف آخر غير غير وزارة التربية والهيكل متاحة؟ هل من الحماية المدنية ما تتفقدش في المبيتات؟ مع احترامي للجميع لكن الحق لازم يتقال مسؤولية من أم هي بفعل فاعل؟ وشكون اللي مقصود باش تضرب من وراء هذه العمليات الاجراميه اولا انا من اول ليله من صبح ليله اللي صار الحريق في تالا واللي مشات ضحيته سرور ورحمه الله يرحمهم الله يرحمهم ونعمهم الحاره الاهالي واليوم نحب نتوجه لاهاليهم لانه انا عشت وشفت حاجات اللي اللي الصخره تبكي عليها أه؟ في هذا في هذا الشان بالذات احنا من اول عمليه التفقد على عين المكان ليله الحريق ومن غدوه من الحريق القناعه متاعنا انه الحريق هذايا ماهوش حريق عفوي اولا مستحيل مستحيلات كانوا حريق على اثر تماس كهربائي مستحيل لانه وقت جات الحمايه المدنيه المبيت يشعل الضوء متاعو يشعل الضوء شكون وراء الحريق هذه نقطه استفهام احنا قلناها من الايام الاولى علاش خاطر خاطر في ظرف وجيز جدا وفي نفس الاماكن معناها في ولايه واحده تنجم تقول في نفس الجهه على, على بعد كيلومترات 30 كيلومتر على بعد بضع بعض الكيلومترات نلقاو معناها عمليات حرق نقولها واليوم نتحمل مسؤوليتي كامله فيها بفعل فاعل وراها ايادي ايادي ارهاب ونتحمل مسؤوليتي في هذا ايادي ارهاب اللي هي تحاول باش تخلق النميمة وتخلق شرخ ما بين الدولة المركزية وما بين الجهات اللي هي تعاني من عدة مشاكل أنا مشيت التالة مشيت القصرين مشيت الجندوبة مشيت السليانة هذه معناها ولايات تستحق عناية استثنائية من طرف الدولة ولكن هذا لا يعني أنه غدوة في ظرف بضع ايام نلقاو رواحنا نعيشوا على اوتار حرائق في جرد بعضها في المبيتات وكم بارازا في مبيتات البنات هذا مش معقول بالكل وهذا بفعل فعل وراه ايادي كما قلت والامن اليوم والقضاء اليوم قاعد قايم بالتحقيقات اللازمه ونوعت اولياء الضحايا انه لن لن اتاخر ثانيه واحده باش نقول الحقيقه عند ما ديني الحقيقه عمل ارهابي تقول من تدين تحديدا فما ناس ما تحبش تونس فما ناس ما تحبش استقرار في البلاد هذية فما عباد ما تحبش المشهد السياسي هذايا يتطور الى مشهد سياسي ديمقراطي تتحل فيه مشاكلنا بالحوار فما ناس ما تحبش هذا، ما شنو الارهابيين اللي تشوفوا فيهم في الشعامبي وفي وفي البلايص الاخرين، هذو من ناس لا تحب لا, لا تريد الـ 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 الاستقرار لتونس كدوله وكل الطرق عندهم كل الطرق هذو ناس متوخره حتى لازم ذبحوا ذبحوا قتلوا حرقوا آه، معناها هجموا على مراكز امن تحبوا اليوم يسخف على طفلة صغيرة بعد مش حرقة ما يسخفش عليها ربي يحمي بلادنا ربي يحمي أولادنا لأنه لو كانت هناك ظروف ممكن التواجد في مدارس قريب وعلى كل هو المبيتات الموجودة في كل مكان أنا بربي م... إنصاف نحب نأكد على حاجة مثلا مبيت مبيت كسرة نهارين قبل الحماية المدنية كانت موجودة مع المندوبيه الجهويه قامت بواجبها وقامت بوجدها صحيح. بوجبها وكل شيء كان على احسن ما يرام راني ما نقولش للمبيتات والمطاعم المدرسيه راهي خمسه نجوم رانا عندنا مشاكل كبيره على مستوى البنيه التحتيه ولكن هالتواتر هذايا في نفس الجهه بالطريقه هذه ما في حتى شك انه بفعل فعل ربي يحمي بلادنا نكمل مع ملف التعليم الثانوي اكيد مناظره الماجستير المهني هذه الكباس سيد الوزير واحد تحت قبه البرلمان انك الناجحين هذوما سيتم انتدابهم بعد ذلك لقوا نفسهم في التسويف هاو تربص هاو تكوين هاو شطر شهريه هاو عون معناه مت... معناها متربصين قال لك اعطينا على الاقل صفه نتربصوا أم اعطيونا صفه ان استاذ انا متربص ثم حتى تسويف فما حتى تسويف فما وضع يلزم الشعب التونسي بأكمله يعرفوا هذم طلبة تقدموا إلى مناظرة وطنية المناظرة الوطنية هذه تخولهم باش يدخلوا إلى مرحلة تكوين تدوم سنتين وتنتهي بامتحان واللي ينجح في امتحان الماجستير هو اللي يقع انتدابه كأستاذ أول مانيش فاهم انا واحد من الناس مانيش فاهم وراني نتكلم بكل موضوعيه علاش خاطر مانيش انا اللي عملت الماجستير هذا انا جيت من بعد انا لقيت وضع وعملت كل ما في جهدي باش نحل هالمشكل هذا اللي هو مشكل ما يقبله حتى حد هذا مش كاباس الكاباس هي شهادة كفاءة لأستاذي التعليم الثانوي الكاباس هي مناظرة تدخل وقت تنجح فيها تدخل مباشرة تقري وتولي أستاذ هذا ماجستير تكوين جاو التلامذة هذوما الطلبة هذوما قالوا احنا تصور في مناظرة وطنية احنا ما نقبلوش شروط المناظرة الوطنية هذه عمرها ما صارت في تاريخ المناظرات في الجمهوريه التونسيه منذ الاستقلال الى اليوم وبالرغم من ذلك أنا ولينا أنا ولينا برشا حاجات في المناظرات آه و... و... ولينا نشوفوا الغرائب والعجائب بت... آه لكن, هم... هنكمل... لكن هم كانه هما يكم اختيارهم من 180 الف ينجحوا ألفين خل نكمل ساعه خل نكمل المعطيات المعطيات الموجوده والمعطيات اللي يلزم يعرفها كل شخص واللي الاخوان هذوما يعرفوها بصفه مدقة انت نجحت في الماجستير جيت قلت لا انا تنتدبني توا. بيه. تونس ما تنجمش تنتدب، علاش؟ الحكومة ما تنجمش تنتدب، خاطر باش تنتدب الحكومة يلزم الوظائف هذه تكون مفتوحة على أبواب الميزانية، ميزانية 2018. والحكومة مطالبة بتسريح أكثر من 500 ألف موظف أنت تعرف أن الحكومة الحكومة وقت اللي عملت التخطيط نتاعها باش تنتدبك، عملت التخطيط نتاعها بعد سنتين من التكوين نتاعك. معناها في 2000 في سبتمبر 2019 يقع انتداب هؤلاء الطلبه الناجحين في الماجستير. تجي أنت اليوم تقول لا نحب توا تنتدبني وتجيب مجلس النواب والرأي العام هذه حاجة معناها ما أنا من معناها ما نقبلها على ليميت، ولكن باش تجي اليوم تجبرني باش تقول ننتدبك ان توا انا مذهبيه ولكن ولكن مستحيل عظم مستح... مستحيل حالات غضب وعندك اعتصامات في المندوبيات وغلق المندوبيات سيد وزير شوف شوف خ... شو كيفاش شوف هذه آه هذيا مساله علاقه بين وزاره وبين ناجحين في مناظره اللي يحب يسيس الامور هذه واللي يحب يدخل آه اشياء اخرى خارج على نطاق هذايا يتحمل مسؤوليته كامله احنا بعد ما بينا وفسرنا اللي هذا غير ممكن اجتمعت الحكومة على هذا الموضوع وقلنا يلزمنا نلقاو حل للطلبة هذوما ونبيدي قبلتهم عدة مرات وقلت لهم باش نحاول بكل ما أوتيت من جهد باش نلقى حل المشكلكم لكن راهو المشكل هذا ما يتحلش على أساس إمتداد في 2018 راهو مستحيل المستحيلات باش اليوم الحكومة التونسية في الظرف هذايا تخرج من الميزانية هذية 52 مليار لانتداب 2500 او 2356 و56 طالب هذا مش ممكن ايش قلنا احنا قلنا في عوض يوقع التكوين على سنتين احنا باش نعملوا التكوين هذايا في في معناها سنه واحده علاش سنه واحده خاطر باش نعملوا تكوين نظري بثلاثه اشهر في في مراكز وزاره التربيه ما عادش على مستوى وزاره التعليم العالي هذا ايش يعني؟ هذا يعني ان اللي الطلبه هذوما باش في ولاياتهم، ما همش باش يتحركوا، ما همش الأماكن اخرى. بعد ثلاثة اشهر هذوما تسعة اشهر على الميدان، هذا اقل واضعف الايمان، تاخذ مثال النواب، فما نواب بالسنوات بالسنوات تقعد <applause> معناها تقري وتقعد معناها ايام وايام تقري، احنا قلنا تسعة اشهر. ومشينا ابعد سيد رئيس الحكومه والحكومه في هالظرف الصعب هذا قالت احنا مستعدين باش نعطيو معناها اجر معين فك تسعه اشهر هذوكم 400. 400 دينار 400 دينار, دينار راهو احنا قبل ب 20 و 25 دينار بورس كنا نبداو باش نموتوا بالفرح 400 دينار وانت تتكون ساعات التكوين ماهيش ماهيش ساعات كثيره باش تتكون في مستوى كانك استاذ كأنك أستاذ معناها التكوين بتاعك ما يكونش على ما يكونش أكثر من 15 ساعة في الأسبوع وثم فيما بعد انتداب آلي انتداب آلي معناها توفى تسعة أشهر 14 سبتمبر 2019 تدخل مباشرة أستاذ التعليم الثانوي نقول لهم صبرا جميلا شنو صبرا جميلا من هنا شكون, شكون اليوم شكون اليوم في تونس ينجم يقول لك انا عام جاي باش ناخذ خدمه مية في المية وبش ندخل معناها في مجال كما مجال التربية بعد الشيء اللي صار الكل مو يلزم زاد نفهمه شوية شنو لكن الله يا تونس نعم لكن الله يا لكن تونس الله يا تونس يا أخي قدش منها هالحكومة هذه وقدش منها الدولة هذه ومنين منين الميزانيات العباد كل تطلب وتحب أي في في احنا احنا عندنا امكانيه اليوم باش كوزاره التربيه باش نعملوا اشياء اللي اللي هي مستحيل نقوموا بها نحب نعطيك رقم اخر. اي وزاره التربيه عندها اكبر ميزانيه في في الدوله. تعرف الميزانيه هذه اكثر من 4600 مليون دينار. الميزانيه هذه 97% منها للاجور. 3% منها فحسب. للبنيه التحتيه للبنيه التحتيه وللاستثمارات ولل... وللثقافه وللرياضه والتنشيط. وللموسيقى وللتنشيط 3% 97% من الميزانيه واكتشفنا تعرف... انه مؤخرا تم يعني الكشف عن فساد كبير يعني فما مدرسه معناها فيها 130 تلميذ فيها 120 عامل نظافه نسميه من... عليها تشوف العجايب تشوف العجايب والغرايب المدرسه متعتالة أي. المدرسة نتاع المدرسة الاعدادية نتاع تالا اللي فيها 622 تلميذ فيها اكثر من 149 عامل اللي عمرك في حياتك ما تشوفهم في المدرسة هذه تشعل بالنظافه المدرسه فما فما اشياء غير مقبوله إيه لكن نحب نقول قاعدين حاجة. سيد لكن الوزير قاعدين ندخلو قاعدين دخلو. في ظرف كما قلت لك صعيب جدا في ظرف انك تتحرك بسانتي الناس كل تقوم عليك فالظرف هذا هذايا وحنا نقولوا لا يلزم شفافيه يلزم حوكمه في وزارة التربية الموارد يلزمنا القانون ولا يعلى عليه فمش فماش حد يتحرك القانون ما, فماش نه... اللي قاعد يصير نهنيك... كل واحد يجيب شي يتكلم نهنيك ونطمنك احنا قاعدين نتحركوا وقاعدين نتخذوا في إجر... الاجراءات اللازمة وقاعدين نطبقوا في القانون وراه مش خاطر ما تشوفش فينا آه نت... نتحاور ونتنابر آه ونتناقش في البلاتوات بتاع تلابس الواحد ما انا منش في, قاعدين في الم... احنا قاعدين نخدموا قاعدين نخدموا خدمة صعيبة جدا باش ترجع أكل أكل الماكينة هذيك تعاود تخدم باش ترجع الثقة في المربين الثقة في العلاقة العلاقة باش ترجعها بين بين الأساتذة والمعلمين والقيمين والعاملة والوزارة راهو مش ساهل مش ساهل فين كنا وفين يلزمنا نكونوا راهي تحديات كبيرة تعيش فيهم تعيش فيهم المنظومة التربوية غيابات للأساتذة بالجملة وفي ظل تعاون وصمت رهيب من الاداره ومن القيمين الاداء معناها قيمين على الاداره من غير من نحدد في الرتب هذا في معهد الجمهوريه الكل انا حطيت على معناها صفحتي في فيسبوك راهو عندي حوار مع السيد الوزير اللي تكتب على الصفحه واللي جاني معناها مراسلات وحكايات من لو كنت تشوف اللي جيني انا كل يوم <applause> <applause> لو كنت تشوف اللي جيني انا كل يوم قلت لك انت وزير وزاره سياده يعني وملفات حارقه غيابات تسيب تلامذة معناها في حالة في بعض المعاهد معناها تسيب أخلاقي كبير وصلنا نحكيه على مخدرات وصلنا نحكيه على خمر على وعلف وعلى عنف وعلى شيء بأنواعه يعني عنف وعنف ولا عنف كبير ما عادش عنف ضرب يعني عباد باش نعطيك رقم اخر انصار عم ناول عام ناول 2017 16 ألف حالة عنف في المؤسسات التربوية يبشرك بالخير 176 محاولة انتحار في المؤسسات التربوية ليش هو... هذا في في وقت اللي حرية التعبير مكفولة في وقت اللي نحن من المفروض انه نتجاوز كل هذه العقد انه نعيش في وقع... على وقع ديمقراطية مرتاحين ممكن ظروف اقتصادية صعيبة لكن علاش هذايا لأنه المشروع التربوي الطلائعي الرائد اليوم مناش قاعدين لاهين بيه اليوم وزاره التربيه تتهمش في متاهات اللي هي اللي هي نجم نعتبرها ثانويه والاساس اللي حشتنا بيه واللي حشتنا مش نبنيه للغد معناها إصلاح المنظومة التربوية الإصلاح الحقيقي للمنظومة التربوية بالفعل. هذا اليوم احنا معطلين عليه خاطر ما عندناش الوقت باش نتلهاو باشياء س... أشياء جدية هذه هي الجدية سيد الوزير تحيني على تمنيت أنا منذ بداية اللقاء سألتك كيف ما احنا نتحدث عن مدرسة الشرفي عن مدرسة المسعدي عن مدرسة مزالي في فترة معينة هذه التصورات اللي مرت بها وزارة التربية فمع الناس توافق كل فترة معينة أكيد أنت مريت بهذه الوزارة مرتين وفي فترات قوية وفي فترات حرجة اي تصور لحاتم بن سالم للاصلاح التربوي لجنه الخم... معناها لجنه الاصلاح 15 معناها لجنه كانت اي موقفه وتوقفت عن العمل شوف انا غيرتوا حر... كتبت البرميراني ها... وما هدون... غيرتوا هدون... هدون... نعتي... اعطيني التصور نتاع نعتي... حاتم بن نعتي... سالم اليوم هو مش تصور حاتم بن سالم هو تصور حكومه انا منذ اسبوعين قدمت معطيات لمجلس وزراء المعطيات هذه فيهم رؤيه للاصلاح في المستقبل الرؤيه هذه تنبني اولا وبالذات على اعاده الاعتبار للاستاذ أولاً وبالذات للمربي، إعادة الإعتبار للمربي، راهو ما فما حتى إصلاح تنجم تبنيه إذا المربي مهمش، واليوم أنا نتحمل مسؤوليتي كوزير تربية ونقول الشيء اللي قاعد يعيش فيه المربي اليوم راهو غير مقبول، تحكي على العنف بكري، فما حالات عديده وعديده جدا للعنف حتى على ضد المعلمين المربي ضد المربين واحنا دائما وابدا كوزاره عندما نشوف اشياء كي من هذه نقوم بقضايا جزائيه ضد كل من يعتدي على الاساتذه المحور عندي انا خاطر دائما وابدا كنا نقول التلميذ هو محور الاصلاح التربوي انا شو نقول اليوم المربي هو محور الاصلاح التربوي خاطر عندما يكون عندك مربي في المستوى اللي انت تتصوره وتتمناه مهما كان رأس المكان المربي. مهما كان المكان اللي المربي هذا يلقن فيه الدرس نتاعو اذا هو المربي في المستوى ما تخافش على التلميذ سنغافوره كلاسي دوزيان الاقسام القسم في سنغافوره فيه خمسة معدل 55 تلميذ معناها مرتبه ثانيه عالميا في نتائجها التربويه اليوم المربي يلزمنا نرجع له الهيبه نتاعو المربي يلزم يرجع يرجع يقوم بالواجب اللي هو واجب التدريس داخل المنظومه التربويه التلميذ يلزم يرجع يحترم المربي هذاك علاش اسلاحنا ينبني اولا وبالذات على اعاده المحور حول المربي هذه حاجه والتلميذ يلزم اولا نعطيه الامكانيه انا ديما نقولها لازم التلميذ كي يخرج من الابتدائي يعرف يقرا ويحسب ويكتب في الابتدائي لكن احنا سيد الوزير اليوم وعندنا فتره لمذتنا قاعدين ياخذوا في كم هائل بضاعتكم ردت اليكم هل احنا مدجينه بمعارف اللي تبقى معاهم ام مجرد حفظ يعني يظل يلزم اعاده النظر. لتصميم المقاربات للتصميم نتاع المقاربات البيداغوجيه نتاعنا المناهج التربويه والتعليميه نتاعنا. لازم اعاده بتاعنا. النظر فيها، لازم اعاده النظر في المقاربات البداغوجيه، ولكن هذا مش وزير هذا مش وزير التربيه باش عملها المهني احنا كنا جنرالات في الجيش أي. هذا مش وزير عليا. سامحني هذا مش وزير التربيه باش يقوم باشياء فما خبراء. عندنا خبراء في تونس عندنا طرف اجتماعي عندنا ناس متفقدين حاضرين مستعدين وقع كلام وكلام كثير على الاسلاح اليوم يلزم نرجعوا حول طاوله النقاش والحوار لكن بارولي 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 مع الاسف هذاك علاش انا مانيش مستعد باش ندخل في نقاش حول الاصلاح اذا كانوا نقاش نتاع تراشق نتاع واحد احنا شنحبوا نحبوا ناخذوا مجالات معينه نحبوا ناخذوا مجالات معينه نجموا نوصلوا فيها النتائج في اقرب الاجال ونصلحوا بها المنظومه التربويه بتاعنا وراهو المنظومه التربويه اساس الاصلاح في المنظومه التربويه هو الابتدائي في ما عدا الابتدائي كل شيء ثانوي هذا هام جدا اذا احنا اول حاجه نحبوها هو انه على مستوى المدرسه الابتدائيه نرجعك الروح للمدرسة هذية ونرجع المستوى للمدرسة هذية ونرجع الإمكانية للتلامذة نتاعنا باش يخرجوا في مستوى معين بعد انتهاء السيزيام. السيزيام اللي تحكي عليها السيزيام تعرف اللي المعدل معدل السيزيام في الحساب نتاع 2017 4 على 20، 14 ألف صفر في الحساب في 2017. في السيزيام. هذا معقول؟ وقت احنا عندنا اذكى تلامذه انا زرت العالم اجمع اذكى تلامذه عندنا هما في تونس علاش؟ هذه نقاط الاستفهام هذه الاشياء اللي لازمنا نقعدوا حول طاوله ونحكيوا فيها ونعملوها لمستقبل تونس مستقبل تونس لا مبالاه كل واحد كل فول لاهي في نواره هذا مش معقول اليوم عندنا تحديات تقصير مصرية. من الاولياء تقصير تحديات. من الوزاره من... تحديات مس تقصيرنا الكل مسؤولي ونتحمل مسؤوليتي انا زاد كوزير وكوزاره التربيه يلزم اليوم نجلسوا ونقروا باش نبداو في اصلاح حقيقي لانه كل تاخير في هذا الاصلاح وكل كل معناها كل ما سدينا الطريق والمستقبل في وجوه اولادنا لكن اللبنه الاولى لازم تكون من عندك سيد الوزير الدعوه أحنا الاولى أحنا تكون من احنا عندك. احنا دعينا احنا كتبنا ودعينا ونجري ونحب نحب نبدا نتحدثوا على الاسلحه هذايا كما قلت لك في جوانب العمليه يزينا من الورك ومن الندوات ومن وحصص نحب نخدموا الاسلحه حقيقه احنا مستعدين احنا نجموا نعملوه الشيء هذا ولكن يد واحده ما تصفقش يلزم نسكل تحط اليد مع اليد وهذا هو هذه الرسالة اللي نحب نواجهها اليوم يلزم الناس كل تحط اليد في اليد في مجال التربية لأنه راهو كل تأخير باش يكون كارثة على مستقبل تونس تعرف اليوم مثلا مثلا اليوم خمسين في المية من المهن الموجودة اليوم باش تضمحل في السبع سنوات القادمة وإحنا مازلنا نستعمله في تدريس الانفورماتيك في الباسكال اللي هي متاع التسعينات علاش؟ خاطر ما لاهين بالاسلاح خاطر ما لاهين بتطوير المنظومة خاطر كل إنسان يعتبر أنه هو متفرج لا الأستاذ ما متفرج المعلم مش متفرج الوزير مش متفرج النقابة مش متفرجة حان, ال... حان الأوان توا باش نتحملوا كل مسؤولياتنا هذه رسالة نحب, نحب نوجهها للناس الكل اليوم شكرا لك أه... أتمنى أنه وصلت الرسالة لكن أه... أعوان عرضيين أه... وق... عمل معناها معلمين عرضيين ووقتيين ونواب وما هو في بعض كثير من الحين ما يكونوش مختصين دعيتو حتى عملت تعاون مع معهد فرنسي لاجراء تقييم حتى مثلا تضمن كفاءه معينه للمدرسين وبعد بعد ما نجيش نقول شبيه تلميذ ينطقك ولا عنده اخطاء راسخه ومترسخه فيه وما نجمش حتى بي يصلحها على خاطر ترسخت فيه وكانت كان لوح في اللوح المحفوظ نتاعو تكتبت رفضوا وتم الرفض ممكن بتعليلات نحتر الامام <applause> هذيا هذيك, هذيك سوء فهم سوء فهم تام علاش خاطر احنا قاعدين نتفاهموا مع الحكومه الفرنسويه باش نحطوا برنامج بملايين الاوروات البرنامج هذايا باش باش نطوروا فيه ونحسنوا في فيه في اطار دعم الفرنكوفونيه لا 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 آه. في اطار دعم تدريس اللغه الفرنسويه كيما ندرسوا في اللغه الانجليزيه تعرف اليوم برامج تعرف, تعرف اليوم لاول مره في تاريخ البريتش كونسل الانجليز اللي عمرهم ما يحطوا سانتي لتدريس اللغه الانجليزيه حاطين اكثر من من 21 مليار باش باش يعلموا اللغه الانجليزيه في في تونس واليوم نفس الشيء بالنسبه للفرنسيين احنا احنا كيما قال بورقيبه اللغات اللغه الفرنسويه هي غنيمه حرب سي بيوتان بوتان انا ما نجمش اليوم اكبر مكسب بالنسبه للتلميذ التونسي اللغات نجي نقول خاطر فرانكوفونيه ولا خاطر انجلوفونيه باش نحرم تلميذي انا اللي غدوه يلزم ينفتح على العالم بالفعل. وعلى الثوره الرقميه اللي قاعده قاعده تعيش فيها منظومه التربيه على خاطر ما نحبوش خاطر فما معناها مبدا ولا ولا تفكير ايديولوجي امبريالي ضد درق. لا احنا ما في الامور هذه احنا اليوم مكاسب التلميذ أولا وبالذات في اللغات إذا التلميذ تحكم في اللغات بصفة جدية التلميذ هذاك ما عادش تخاف عليه فيما بعد، سواء في تونس وإلا على المستوى الدولي عندكم تصور لتوحيد الدخول للتعليم الابتدائي للمعلمين، هل هل الأعوان هذوما لأنه المتفقدين مش راضين حتى على عملية الانتداب، يقول لك يجي عون أو نائب أحنا آه آه عرضي أي. أو وقتي أو نائب ويعمل تجميع نتاع عدد ساعات معينة ومن بعد يولي يطالب بالترسيم ويتم دعمه أي. في ذلك أكبر إشكالية أكبر إشكالية في مجال التربية هي آليات انتداب في وزارة التربية أنا في 2010 وقفت الكاباس لأن الكاباس كان الكل مبني على الفساد اعتراف هذا اعتراف والكاباس اللي صاروا بعد اللي صاروا بعد الثورة كيف كيف نفس الشيء فساد ونتحمل مسؤوليتي ونقولها المناظرات اللي شفتهم أنا بعيني كلهم فساد قبل علاش ما, ونت... ما وقفتهم شكرا. وقفناهم، وقفنا الكابيس في 2010 وعملنا قاعدة بيانات وقلنا الانتداب ما عادش يمكن باش يكون بالكابيس وبالمناظرات بالطريقة هذه. اليوم في مجلس وزراء توا اسبوعين، المجلس قرر مجلس الوزراء باش تصور للانتدابات من هنا حتى 2022. التصور متاعنا هو كيما تمشي للميدسين بالتوجيه يلزمك تمشي للتدريس. غدوه باش باش يولي ان شاء الله باش نبداو فيها اثناء باش نولي ناخذ احسن المعدلات في البكالوريا باش نوجهوهم للتدريس علاش خاطر التوجه الوحيد اللي يخرج غدوه على الخدمه خدمه 100% هو في مجال التدريس غدوه كي تاخذ تعمل اجازات في علوم التربيه كما بدينا اليوم في مجال التعليم الإبتدائي غدوة تولي إجازات في علوم التربية غدوة تولي كليات مختصة مختصة في علوم التربية غدوة رجعوا. قيمة ومكانة المعهد الأعلى، آه المعهد الأعلى للمعلمين، المدرسة العليا للمعلمين، غدوة لكل <applause> <كي تصفيق> <applause> غدوة كي رجعوا آه فكرة النخبوية في التكوين، في تكوين المعلمين والأساتذة، هذيك باش تولي قاطرة غدوة باش المستوى المستوى التعليمي يكون أفضل، وبش على الأقل نأمنوا مستقبل أفضل لاولادنا في مجال التربيه هذا هذا هو تحكي على الرؤيه وتحكي على هذا هو شنو نحبوا نعمل الوقت يداهمنا سيد الوزير اسئله برقيه باجابات برقيه المتفقدين متفقدين التعليم الابتدائي انت استقبلت التعليم الثانوي ينتظروا متفقدين التعليم الابتدائي انك تستقبلهم كذلك على غرار زملائهم يقولوا احنا 630 متفقد تعليم ابتدائي مهضوم حقنا المادي لانه كل مره تضيفوا لنا تكوين ومراقبه تهذيبه المعلمين العرضيين والنواب وكل وكذلك حتى هذو نتاع الماجستير المهني احنا مكلفين بتكوينهم بعض الابتدائي الثانوي يعني بالنسبه لكم أنتم هل تفكروا في بنظر في الامور الماديه لمتفقد المتفقدين بالطبع يا اخي فما انسان ما يتمناش باش يطور بشي وباش يحسن الامور الماديه للناس الكل مش للمتفقدين برك احنا نحبوا بالطبيعة واحنا المتفقد انا ديب دائما وابدا نقبل في المتفقدين وعن علاقة من افضل العلاقات مع نقابة متفقدين الثانوي مع نقابة متفقدي الابتدائي انا جمعت المتفقدين متاع الثانوي باش نجمع متاع الابتدائي وعملنا مقاربة جديدة باش نلموهم باللي فامي دو, دو ماتير معناها مش نجيبوا الناس الكل باش نلموهم باللي فامي دو وباش نحاولوا في كل مجال نحاولوا نطوروا الامور فضلا معناها بفضل اكل الاستعداد اللي دائما وابدا تلقاه عند المتفقد ونحب وانا قلت لهم نحبوا كيما قبل نرجعوا للمتفقد الدور المحوري في اطار المنظومه التربويه وخاصه منها في المجال البيداغوجي من المفروض انه المدرسه التونسيه هي مدرسه كفاء فرص لكن مع التعليم الخاص مع هذه الدروس الخصوصيه الحقيقه والسيل الجرف اللي مغرقنا فيها الناس الكل وما فماش واحد يقول انا أنقى بنفسي عن الدروس الخصوصيه سواء من المربين كذلك هل من رقابة خاصة على هذه المدارس الخاصة في السير متاحة وكذلك عنا جاليتنا بالخارج وصلتني مراسلات حول تعليم اللغة العربية والتعليم في باريس انه كانت هناك مؤسسات وتم اغلاقها ومدرسه الدوحه التعليم التونسي في الدوحة يعني هناك تشكيات بالجملة سيد الوزير أولا فيما يخص العلاقة ما بين المدرسة العمومية والمدرسة الخاصة فما علاقة تكامل أنا راه موقفي كان دائما وأبدا تشجيع كل من يريد أن يربي بصفة عامة ما فماش تنافس كما تتصوروه بين العمومي والخاص لأن العمومي هو الساس العمومي هو الساس افضل النتائج بالرغم من المشاكل اللي كنا نحكي عليها وبالرغم بالرغم من الجوانب السلبيه يقعد التعليم العمومي هو الرائد في اطار المنظومه التربويه التونسيه التعليم الخاص لعده سنوات وقع التغاضي على مراقبته وفما تجاوزات في العديد من الجهات احنا توصلنا حتى تقارير من الساده الولات ومن مندوبين جهويين للتربيه احنا عندنا برنامج كامل قبلت انا نقابات التعليم الخاص وعندنا برنامج كامل باش نرجعوا للجديه في اطار تاطير التعليم الخاص خاطر ما نجموش نكملوا بالطريقه هذه فما تجاوزات اللي القانون ما يسمحهاش في مجال التعليم الخاص واحنا مثلا نحب... مثلا فما معايير موجوده لفتح مدارس خاصه المعايير هذه المعايير هذه ما عادش يحترمها حتى حد نقول لك حاجه اخرى فما مدارس خاصه مفتوحه اليوم بدون تراخيص من وزاره التربيه في 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 في, في العديد من الولايات فما تجاوزات كبيره على مستوى مستوى على مستويات المربين في هالمدارس إيه هذه انت راصد لهذه الحالات كل سيد الوزير اي يلزمني شو اللي ناقصكم باش تبادروا للاغلاق للاصلاح للتطوير لا. احنا يلزمنا يلزمنا جيوش كامله باش نبادر تخاب سهلة هي تخاب عصا سحرية وتبدل احنا كي نشخصوا هالمشاكل هذية وكي نقروا باش باش نقوموا بعمليات واضحة في هالشأن في هذايا هذيك راهو تقدم كبير ياسر شكون كان قبل يتكلم ويقول راني باش نغلق مدارس خاصة وغلقنا مدارس خاصة مثلا م... مآسي أخرى سيد الوزير البنية التحتية مدارس معناها مدرسة في بني حسان يخرجوا تلامذة مدرسه بشطيح مدارس كيف مارينا في التقرير من الاول اندي هابط معناها حسان فحسب انا في كنت, في كنت في تبرقه كنت في تبرقه أقصى كنت في الدراهم وجبت و... ودخلت المدرسه والحيط نتاع المدرسه طايح طايح احنا انا قلت تو ملي دخلت قلت راهو فما اشكال كبير فم على مستوى ماشي دعوه للخواص تحقيق. وانكم حتى تخليهم بعد الحين لا مش لك حاجه ساعه اولا الدوله الحكومه حكومه الوحده الوطنيه هذه اخذت قرارات إحنا عندنا صندوق صيانة المؤسسات التربوية والحكومه <سؤال> خذت قرارات هامه في دعم هالصندوق هدايا التنفيذ ان شاء الله ان شاء الله ان الله في الاسابيع القادمه تشوفوا التنفيذ التنفيذ تعرف شنو المشكل تاع التنفيذ التنفيذ احنا مربوطين بحكايه الاجراءات الموجوده على مستوى الصفقات العموميه راهو وقت ياخذ الوزير ولا اللجنه تاخذ قرار باش تعمل حاجه والمرشية تعمل تنجم تعدي عامين ثلاثه انت في الشيء هذا احنا طلبنا من مجلس الوزراء معناها اجراءات استثنائيه باش تكون ردود الفعل نتاعنا استثنائيه حتى على مستوى العمل معناها العمومي. فما حاجه اخرى، فما العديد والعديد من المؤسسات الدوليه، انا نحب نحيي اليوم صندوق العربي للماء الاقتصادي والاجتماعي اللي اعطاه 400 مليار. للمؤسسات التربوية قلت البارح بارك وقع توقيع على هذا احنا عنا مشاريع كبيرة احداثات وصيانة خلينا نخدم ساعة عنا مشاريع كبيرة وعنا امكانات توا بدينا نعمل في تعب أكبر الامكانات على مجال المركبات الرياضية خاصة المطاعم المدرسية ونحب قوس صغير على المطاعم المدرسية اي بالنسبة لديوان الخدمات ايه. المدرسية فكرة طيبة عاونتكم لي في تطوير ال نعرف اللي فما ياسر انتقادات على الديوان هذايا ولكن راهو الحل الوحيد باش تكون فما الشفافيه الكامله في مصاريف التغذيه والاعاشه راهو يلزم تكون مهيكله بصفه تمكن من التصرف ومن الحوكمه السليمه. حتى هنا سيد الوزير انا مشيت انا مشيت الاثنين اللي فاتت المعهد المكفوفين وجاتني تلميذه مكفوفه وقالت لي سيد الوزير رانا جواعة. وقت تشوف انت الاشياء الموجوده على ذمه التلاميذ هذه في المطاعم وفي المخازن ويجيك التلميذ يقول لك راني جيعان فما مشكل تعرف شنو المشكل هذا مشكل حسبنا الله ونعم الوكيل اكثر من هذا كله فما يعني مشكله تصرف فما مشكله حوكمه في الموارد الموجودة على مستوى وزارة التربية احنا مسؤوليتنا هي انه تكون فما طرق جديدة وآليات اخرى للتصرف في الموارد الموجودة اليوم ونقول في اطار وزارة التربية نفسها للقائمين على المكفوفين سواء في المعاهد اللي في المدرسة الابتدائية ولا في المعاهد الثانوية نقول لهم اتقي الله فيهم بالفعل لانهم يستحقوا رعاية اما تقول لي ماكلة موجودة في يستحقوا المخازن يستحقوا وهي يستحقوا تقول لك انا جيعانة يستحقوا الرعاية ويستحقوا بش باش ياكلوا باش ما يجيعوش احنا نمشي واحنا نحلوا في المشاكل وراهي دوله كامله دوله كامله تجري ليلا نهارا باش نحاولوا هالمشاكل اليوميه هذه راهو ما نتمنى لحتى حد باش يكون لابس الفيستا نتاع وزير التربيه من السبعه نتاع الصباح حتى للتسعه العشره نتاع لا سبت ولا احد في هذه والمشاكل التحكم. والمشاكل هابط على على وزاره التربيه على وزير التربيه يلزمنا يلزم, يلزم فنجان على يلزم في الراي العام حرطه. يلزم الراي العام ويلزم النقابات ويلزم كل المتدخلين في الشان التربوي يفهموا ان مره اخرى راهو يلزم تكاتف الجهود راهو يلزمنا مع بعضنا حتى حد وزير التربيه مش سوبرمان حتى حد ما نجم وحده اذا كان مع بعضنا انا ناكد لك ناكد لك اللي المنظومه التربويه التونسيه تسترجع عافيتها في الاشهر القادمه اذا كان مع بعضنا اذا كان اذا كان اعتبرنا انه يلزم نكسر هذاك ونطلع هذاك وهذاك يستقيل وهذاك درشنو راهو مستحيل كان محل معناها نحسك تريد التحاور والتفاوض بالطبع. بجديه للتقدم هذه رسالتك حسب ما فهمت ان شاء الله ربي يحمي بلادنا وخاصه <applause> راس مال بلادنا اللي هما الناشئه والأبناء التلاميذ جزيل الشكر سيد الوزير بالفعل ويزمنا اربع ساعات لكي ناتي على كل هذه الملفات ان شاء الله حولنا ان ناتي على اهم النقاط اللي قاعده تشغل بال كل مواطن تونسي بعلاقه مع وزاره التربيه انا كنت تسمح انصاف كلمه واحده الناس اللي عندهم مشاكل مع وزاره التربيه رانا مستعدين معناها راهو راهو ما فماش حتى حد ما هو مسكر الباب على روحه راهو مستعدين لكن مستعدين للمعقول وللشيء المقبول ما تنجمش تطلب اليوم الدولة التونسية أكثر من اللي هي تتحمله. يلزم العباد الكل تفهم من جماعة الماجستير، من النقابات، من المتفقدين، يلزم الناس الكل تفهم اللي راهو الظرف اليوم ظرف استثنائي، عمرها ما عاشت تونس ظرف مالي صعب كما اللي تعيش فيه اليوم منذ الاستقلال. بدون تعليق شكرا لك سيد الوزير مشاهدينا ألتقي وإياكم بإذن الله تعالى الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من قهوة عربي إلى اللقاء